رسالة إلى الأخ السيد رئيس الوزراء. دولة الرئيس، أنت أمام مفصل تاريخي خطير. أنت تعرف وتدرك أن هم 7 الوليدات المسيطرين على السوق وعلى المصارف وعلى تهريب العملة وعلى المنافذ وعلى الحدود وعلى تهريب النفط. 7 هم ذولا يسموهم الطبقة الأولكشارية. ذولا 7 اللي بيهم مقدرات البلد. يا دولة الرئيس، أنت تعرفهم أكثر مني، ودي عليهم قلهم أنتم أمام خيار، أما أن ينهار البلد وأما أن ترفعوا أيديكم، أما أن تدعموني ليكمل هذه الرسالة، أما تجون بمكاني، هاي حكومتكم وهاي دولتكم وأنا ثمالها، أو تعمل بما يمليه عليك ضميرك وإنسانيتك وشرفك وقسمك وولائك للعراق بأنك تنفذ القانون بعدالة على هؤلاء 7 اللي دمروا العراق وعاثوا به فساداً.